ان شاء الله هتصحى وتخرج على طول، بس لازم تجيبيها في ميعادها، ما تنسيش، اوعي تتاخري. حاضر يا دكتور. عليا سمير، مش كنت تقولي ولا تردي على التليفون؟ ولا احنا صحاب اي كلام؟ ولا حضرتك شايفه ان انا ما ينفعش ابقى صاحب؟ لا والله انا اسفه، ما كنتش اقصد، بس ما كنتش عايزه اقول لحد ولا عايزه ازعجك. هصدقك يا عليا عشان انا عايز ده. طمنيني، هي عامله ايه؟ الحمد لله احسن. انت كويسه حبيبتي؟ الحمد لله يا بنتي، الحمد لله الحمد لله. الحمد لله على سلامتك يا حاجه. الله يسلمك يا حبيبي، ربنا ما يحرمنيش منك يا رب. ربنا يخليكي. خلاص يا علي اطمنتي؟ اه الحمد لله. طب يلا عشان اوصلكم. لا مفيش داعي، احنا هناخد تاكسي. مش قلت لك في حاجه؟ يلا يا علي انا مستنيكي تحت. يلا. ثواني يا اللي بتخبط. إيهاب وحشتيني. رايح فين؟ ما حدش هنا غيري وما يصحش تدخل، ده عيب. ده عيب؟ هو في احلى من العيب يا سلمى؟ انت ايه اللي جابك؟ قلبي اللي جابني. قلبك ولا شيطانك؟ شيطاني؟ انا لو اعرف ان شيطاني حلو كده وهيخليني احب واحده زي القمر زيك كده، والله العظيم كنت صاحبته من زمان. بس انا ما بحبش الشياطين. انا بقى بحبه. وبعدين هي الدنيا تبقى دنيا من غير شياطين؟ على فكره انا ممكن اصوت والم عليك الناس، وشكلك هيبقى وحش قوي. خلي بالك احنا في حي شعبي وما هيصدقوا، والناس اللي عايزه تخدمه اكتر من هم على القلب. طب اهون عليكي. انت عايز ايه بالظبط؟ عايز بوسه يا سلمى. كان فيه وخلص وما عادش فيه. ايه سلمى دي؟ الله، هو انت اتجننت؟ في سلمى وحشتيني. في حاجه اسمها تليفون، وكان ممكن تقول لي اللي انت عايزه. طب بذمتك كده، والنبي انا برضه ذمتك، يعني اكلمك ولا اجي اشوفك احسن؟ بعدين يا سلمى ما بحبش اخد حاجه غصب. وانا ما بحبش الدحلبه وشغل المراهقين. مراهقين؟ هو حد طايل يرجع مراهق تاني؟ يرجع بقى عيال مراهقه كده زي زمان؟ ايهاب عايز ايه بالظبط؟ الله، هو كل شويه عايز ايه بالظبط؟ في يا سلمى؟ ما انا قلت لك يا حبيبتي. إيهاب انا بتكلم بجد، ومش عايز اعمل حاجه تخليك تزعل مني. تزعلي مني؟ ازعل منك ايه بس يا سلمى؟ بس وبعدين انت ما رحبتيش بيا اهو، ولا تاكل ايه؟ تشرب ايه؟ شرفتنا، نورتنا، تديني بوسه، في ايه؟ طب خلاص. ايه؟ تديني بوسه ولا ايه؟ لا يا حبيبي، اهو شرفت ونورت، وتشرب ايه؟ ويلا اشوفك بكره. خلاص يا جميله بقى. الله، يلا امشي. ده كان هيتسل. كان عقله هيفط منه. بيني وبينك انا ارتحت كده وفشيت غلي احسن. ليلى ما تحطيش حد مش مهم ومش مؤثر في حياتك في موضع قوه، ده ضعف. انا مش عايزك ضعيفه ولا مكسوره، عايزك على طول تفضلي قويه. واجي كل خوف اللي جواكي ده بالحب، صدقيني ساعتها انت اللي هتكسبي.
يا ما كان نفسي أحس الإحساس ده طول عمري، أحس إن في حد في ظهري ومقويني. أنا بحبك قوي، خليك جنبي. أنا وعدتك إن أنا أفضل جنبك، وأوعدك تاني أنا أفضل جنبك لحد اليوم اللي شيخ بعد الشر عليك، أنت هتفضل جنبي على طول إن شاء الله. صباح الخير يا ماما. صباح النور يا حبيبتي، فطرتي ولا لسه؟ الحمد لله. ايه مال؟ حد زعلك ولا ايه؟ ماما، هو اهل بابا كانوا اغنياء قوي مش كده؟ ساكته ليه؟ وبتسالي ليه؟ عايزه اعرف. اغنياء جدا. طيب هو بابا كان ليه كام اخ؟ اخ واحد. طب انا هروح له. اوعي ماما، احنا محتاجين الفلوس وده الوقت اللي لازم ندور فيه على حقنا. انت ثابته ليه؟ بصي، انت لو هتروحي علشاني انا مش عايزه منهم ولا مليه. بس انا بقى فكرت وشفت ان ده مش صح، لازم نطالب بحقنا. يا عليا يا حبيبتي، ابوكي الله يرحمه كان ممكن يروح لهم ويطالبهم بحقه، وكان ممكن ياخده، بس هو مرضيش وفضل ان يبعد عنهم وعن فلوسهم. فلو احنا رحنا دلوقتي يا حبيبتي هيبقوا هم الصح وابوكي كان الغلط. عالية ما تقلقيش يا حبيبتي، وبكرة ربنا هيعدلها إن شاء الله. يا عالية أنت لو روحتي وطالبتيهم بأي مليم أنا مش هسامحك العمر كله، لأن الفلوس اللي هتجيبيها دي منهم يا بنتي هتدخل في جبتتي بالسم. أنت فاهمة؟ عالية أنت رايحة فين؟ رايحة أدور على شغل. تعالي يا حبيبتي، تعالي اقعدي جنبي انا عايزاك. بصي يا عليا، انا كان ممكن اعمل زيك كده واروح لهم واطالب بحقنا واعمل معهم مشاكل قد كده واجيب محامي وارفع عليهم قضيه، بس انا مرضتش. عارفه ليه مرضتش؟ ليه يا ماما؟ عشان الكرامه يا حبيبتي، ودي كرامه ابوكي. ابوكي يا حبيبتي اتطرد وتهان وتعمل فيه اللي ما يتعمل، وكل ده بسببي انا، وبرضه فضل ان يبعد عنهم وشن فوق دماغه وحافظ عليا العمر كله. يبقى احنا كمان لازم نحافظ عليه، وانت كمان يا عليا، انت يا حبيبتي لازم تعملي كده برضه. بس ده حقنا ولازم نطالب بيه. هو انا عمري طلبت منك حاجه ولا قلت لك روحي طالبي بورصه بابا؟ بس دلوقتي الوضع مختلف يا ماما. يا بنتي انا لو رحت لهم دلوقتي يبقى بهين ابوك، وانا مش ممكن اروح لهم حتى لو فيها موتي. اللي انت عايزاه.